رجعناكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقرة أسرار جمال. أسرار جمال بقى في الفقرة دي بنقول لكم على أسرار وأفكار جميلة جدا جدا، والنهاردة هنقول لكم على أسرار الروايح الجميلة. وركز معانا شاكة، ركز معانا. معلش انا اسف، انا مش هركز عشان انتوا بتقولوا اسرار جمال، وانا ما ينفعش اتكلم عن سر حد واقوله يعني سر هنروح السنج ونرجع لكم تاني. يلا بينا. فين السنج ده؟ خليك ويانا، خليك كل اللي في نفسك تلاقيه. ركز معانا بقى دلوقتي عشان النهارده مجموعه معانا من الادوات العجيبه الغريبه اللي لو استعملناها صح ريحتنا هتبقى حلوه وهتبقى بالزبط. جميله. يلا بينا نبدا. يلا البنات هيقولوا لنا ايه اللي معانا. اول حاجه معانا مثلا الصابونه والفوطه. دي فوطه. استنى، الصابونه يعني انا بتكلم معاكم، صابون الفوطه. اول حاجه صابونه شائيه او ادوات الاستحمام عموما، يعني مثلا زي الفوطه، الشاور جل، الشامبو كده، يعني حاجات كتير قوي. وغيرها يعني ادوات الاستخدام الاستحمام، ادوات الاستحمام النظافه جدا ضروريه، لان العرق والبكتيريا هما اللي بيخلوا ريحتنا وحشه. كملي كملي، ما تركزيش معاه، بالنسبه له الحاجات دي اساسا ما شافهاش. لكن لو استحمينا كل يوم هتفضل ريحتنا حلوه وجميله. بالظبط. كل يوم؟ كل يوم. انا بس في حاجه انا عايز اسال عليها. هو ده الشامبو ده صح؟ هنعرف ده مكتوب عليه بالبن. الشامبو ده مظبوط؟ محوج. الشامبو ده برافو، هايل هايل. يعني طب احنا مش عارفين من غيرك كنا عملنا ايه يعني. احنا قاعدين كده عشان انت تيجي يعني. انت ليه مش عايز تستحمى كل يوم؟ اتفضلي يا جميله. الناس عايزه. انت ليه مش عايز تستحمى كل يوم؟ هو عشان ما تعودتش، وبصراحه ما كانش حد بيقول لي يعني. طب بص يا شياكه، لو انت ما قدرتش تستحمى كل يوم، حاول ان انت تغسل المناطق اللي هي فيها عرق. افرازات العرق. ايه ده بجد؟ يعني تغسل هنا كده يعني عشان انا فاكر المناطق اللي انا اروح الجيزه مثلا اغسلها. ايوه اصدقوا على المناطق العرق. طب بصي، لا لا خلاص، ما ترموهوش بحاجه. يعني ما ترموهوش لا 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 لا، بلاش بالطبق، مش كل واحد يجي. انا قصدي ايه؟ قصدي ان انا ما حدش قال لي، لو حد قال لي من زمان مثلا استحمى كل يوم، انا استحمى كل يوم. طب يلا قولي يا جميله اتفضلي. اول حاجه، تاني حاجه طبق الغسيل وسحوق الغسيل. طبعا العرق بيلزق في هدومنا، علشان كده لازم نستخدم نوع مسحوق يكون كويس، علشان طبعا احنا يخلي استني، هو الطبق بيزغزغ، يخلي ريحتنا كويسه وحلوه، ويشيل العرق من هدومنا ويخليها كويسه. وطبعا لازم كل يوم نغير هدومنا لما تتوسخ، وكمان الشرابات والملابس الداخليه كل يوم. صح كمان احنا اكيد يعني وبرده مزيل العرق ده بقى مهم جدا. مهم جدا ان انت تستخدم مزيل العرق ده، بس طبعا قبل ما تستخدمه لازم يبقى منظف كويس. وعلى فكره برده عايز اقول لك بقى على حاجه غير مزيل العرق ده، يعني غير ده، انت تعرف ان برضو تفتحوش الشابه. الشابه دي مهمه جدا، اللي بتتجاب من عند العطار دي. هات شويه، هات شويه، بس حلو. بس انا طول عمري بحط مزيد عرق. مزيد. ايوه انت بتحب مزيد. انت مزيد، احنا نزود. طيب بص، انا عايز اقول لك على حاجه يعني. لان في مسام في المناطق دي، وطبعا من كتر الاحتكاك بيحصل ابرازات العرق اللي هي بتبقى ريحتها مش لطيفه. لو انت مستحمي كويس الريحه هتبقى لطيفه، بس طبعا لما الكلام ده براك انت يعني، انت ما تشغلش بالك. لا ما خلاص انا هتعلم بقى، لان الموضوع مهما علمنا خلاص. لا خلاص يعني انا اكتشفت ان الموضوع ثقافه، فانا خلاص هتعلم الثقافه دي وهمشي عليها. ايوه، هو انت اخر يوم ليك النهارده، فيلا براحتك. ممكن تديني شويه بق بس من الموضوع. طيب هو بتشرب؟ مش فاهمه. الشابه دي بقى، الشابه دي مهمه جدا. بعد ما تخلص الشاور بتاعك، الشابه دي تدعى يعني ايه؟ مسحوق ابيض. تجيب مسمار وشاكوش 10 سم في دماغك. انت فاهمني، بالنسبه لك انت مش بالنسبه لاي حد، في دماغك انت. تدق المسمار وتعلق انت بقى.
ماشي. يعني الشابه دي ايه؟ اه ده حاجه صحيه على فكره ومفيده جدا للجسم بجد. تخيل لان هي بتساعد على عدم افرازات العرق بريحه مش يعني عادي، اللي هو مكان المزيل للعرق بتتحط نفس المكان يعني. بتجيبها من عند العطار على فكره، بتدينا نفس المنتج بنفس الريحه ونفس ال المفعول يعني. كمان نقدر نستخدم، هي بص انت بعد ما بتاخد الشاور بتدي لها ميه، الشاور ده انت بتاخده يعني تنزل السوبر ماركت تقول له انا عايز بخمسة جنيه شاور، خليها بثلاثة، بثلاثة جنيه شاور يلا بينا نشوف يعني او تبقى معدي مع قدام اي حد بيرش ميه في الشارع، فانت عدي وخدت الشاور بتاعك وانت ماشي كده غرقتني مثلا. الحاجة الرابعة بعد نص ساعة، حاجة رابعة، بص هي عايزة تقول الحاجة الرابعة، هي مركزة في الحاجة الرابعة ومسكتها وخلاص. أيوة احنا يعني الراجل ضيف عندنا احنا نشوفها بتبيع ايه، نخلص الفكرة ونتكلم. أول حاجة عندنا العطر أو البرفان، كمان نقدر نستعملهم عشان تدينا ريحة جميلة بس للولاد، لكن البنات يستخدموها في البيت بس. أيوة. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويكثر من التطيب، يعني بيحط برفان وعلى طول علشان يكون ريحته كويسه. وكان صلى الله عليه وسلم برده خمس حاجه كان يحب السواك كمان، لانه بينظف البق وبيخلي ريحته جميله وريحه حلوه وجميله. ونقدر كمان نستعمل الفرشه والمعجون ثاني. الفرشه هي المعجون اهو، مفيش معجون، لا حاجه شبه المعجون. الفرشه دي للسنان. ايوه نقول زي دي، ده معجون اسنان. مش معجون، هو حاجه للاسنان. ايوه معجون بودره، ده أيوة. معجون اسنان حاجه بودرة. شبه بس احنا ممكن يعني اي معجون اسنان عندنا نفس البيت. نقدر كمان نستعمل فرشه. انت بالنسبه لك معجون البياض، عايزين نكمل ايه؟ الفرشه دي بتاعت الرجل، الفرشه دي بتاعتنا كلنا، لان الانتاج جامد جايب لنا فرشه دي معانا، دي بتاعت المخرج على فكره، هو كان جايبها معاه في شنطه عربيته. لا احنا كمان نقدر نستعمل الفرشه المعجون، لان بواقي الاكل بتفضل في بقنا، ممكن تخلي ريحه نفسنا مش حلوه وتضايق اللي حواليه. عشان كده اصل انا كنت بسيب بواقي الاكل عشان لما اجوع. اقول لك بقى على حاجه برده مهمه، ده خطه. اقول لك على حاجه مهمه برده، المكان اللي انت تبقى فيه تحاول ان انت تعطره بمعطر جو، بخور. انا بحب البخور جدا، انا بحب البخور. يعني يا سلام بقى لو يعني انت بتحب البخور. بتجيبه منين؟ لا ببقى ماشي كده بشمه من عند العطار بس، انما انت ما بتجيبش. مش قادر. طيب البخور ده جميل جدا، بيخلي ريحه المكان حلوه، والريحه دي بتلزق في هدومك اساسا، زي ما تيجي تخرج بتلاقي ريحتك لسه فيها بخور. ده ما ترشوش بس ده اساسا هنا، ده كده اهو، بس هو طبعا هم قافلينها عشان الانتاج هيرجعوها تاني. لا في حبه صغيرين لو حد عايز يرشها بسرعه. عم حسام يجي. لا عم حسام عادي، عم حسام ايه ده في فيها فيها حبه صغيرين. طب انت ايه احسن مكان انت رحته كنت حاسس فيه ريحه بخور والكلام ده؟ عندنا كان في جامع قديم جنب البيت بيعملوا الفكره دي، فيه في اركان كده في البتاع بيحطوا فين؟ في عندنا جامع او اثري، جامع اثري من زمان، من ايام المماليك في عندنا يعني. فدخلت الجامع ده اصلي فيه، لقيتهم حاطين الفكره دي في كل ركن كده في الحيطه، حاطين فواحه بالبخور. فتخش تشم ريحه الحيطه نفسها، تحب المكان. تحب المكان وتقعد فيه، وفي راحه نفسيه كده وانت قاعد. هي دي بقى النظافه من الايمان، بتسمع القران وفي ريحه جميله وبتلاقي